مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بين الناس. اليوم الخامس للحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في هذه المنطقة، حي الشجاعية، منطقة جديدة الشعف، وهو الواقع إلى الشرق من مدينة غزة تحديدا. هذه المجزرة وهذه العمليات الحربية الإسرائيلية التي توصف بأنها المهووسة بالمساس بالمدنيين الفلسطينيين، واحد من هذه المنازل والبيوت التي تعرضت لعمليات القصف. أثرنا أن نجري هذه المقابلة وهذه الحلقة هنا مع إحدى العائلات التي أتى عليها القصف أثناء نومها ونوم أطفالها. خمسة من الأسر كانت تقطن في هذا المكان تحديدا، عائلة السمري. أهلا ومرحبا بكم وحمد لله على سلامتكم جميعا. والأستاذ صلاح عبد العاطي من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، أود يعني أن تضعونا في صورة يعني ما جرى بالضبط معكم، وقائع ولحظات عمليات القصف التي طالت المنزل وأنتم نيام، تفضل. والله كنا جايين من الشغل تعبانين. نعم. وزي ما تقول نايمين في الدور، فجأة لقينا قصف عندنا في الدار فجأة، يعني قمنا طبعا يعني مصروعين، يعني عرفنا انه هذا تحذير يعني برضه، فاحنا عندنا لحقنا حالنا الحق الحوق. نعم. ما اعطوناش الفرصة اللي فيها كفاية يعني، فكمان جانا صاروخ زي ما تقول هيك، ما برضه ما لحقناش الا تفاجأنا باخر لحظات يعني، كانت صارت مزرعة. كان هذا الصوت كما نسمع الان، صوت الطائرة الان وهي تدوي في السماء؟ لا ما فيش صوت، كان يعني في صوت في السماء، كان صوت زنانة في الاول. نعم. وبعدين يعني فاجأنا في الصوت الثاني، فيش كلها هيته اقل من 4 دقائق يعني. نعم. 3-4 دقائق يعني، ايش واحد يكون في بيت يعني امن وقاعد وساكت ونايم في بيته ومرتاح في بيته، فجأة يصير زي هيك يعني، يكون مرتبك وما لحقناش نعمل حاجة يعني، يعني لحظات يعني بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل شايف كيف وبسرعة الحي يعني اللي لقفونا واللي ودونا واللي قامونا، فلصارت مجزرة كارثة يعني في الحي هذا. نعم. نسمع دوي وتضررنا وبعض الجيران برضو، كلنا واحنا والجيران تضررنا، لحقت اضراب المنازل المجاوره. اود ان اسمع الروايه من اكثر من احد من الاخوه، تفضل. انا طبعا كنت مروح في الشغل، ما كنتش في الجهاز، فمروح ريحت. نعم. ساعه يعني روحت مش تقريبا على 3. نعم. صحيت على 6 على هوايه، كان طبعا الزوج يعني بتحضر للفطور مع دنيا المغرب يعني، انت عارف يعني مع الفطور. نعم. فانا متريح، فانا سمعت صوت دبه في قلب الدار، فزيت، فعندنا صار ارتباك، قالوا عن هذا القصف زنانة تحذيري، فيش بينه وبين الثانية 2 دقيقة. أنا طول أنا وما يعني كل البيت الحمد لله يعني طلعنا يعني فوعينا. نعم. بس غير هيك ما حصلناش غير وعينا، ففيش وقت كان معانا. بعد 2 دقيقة ضربوا كمان صاروخ زنانة، بعد برضو 2 دقيقة ضربوا صاروخ F-16. هاي انت شايف الحمد لله. يعني بدأت عملية القصف بإنذاركم بصاروخ من طائرة استطلاع خفيف. صحيح. كإشارة انه تحذيري، تحذير عليكم بالمغادرة. صحيح. كم كان تبلغ المسافة الزمنية ما بين اقصى شيء 3 دقائق؟ اقصى شيء 3 دقائق. اقصى شيء فقط 3 دقائق. يعني ما لحقتش انا البس بلوزتي والمرة حتى انضلعت شلنا الاولاد. شلنا. نعم. شيل والولاد يعني يعني الحمد لله لو ما الله ثم الجيران رب العالمين لطفه، كان احنا كنا انا بالنسبه لسكنها شاب المنظر اللي بعد هذا. نعم. كان انا كيف شعورك في المنظر هذا؟ انا نعم. انا هنا 12 نفر، 12 طفل مع زوجتك مع اولادك مع جارك. زوجتي مع اولاد، زوجتي مع اولاد 4، والمستقبل هنا برضو 4 مع زوجته 6، كان هذول 12 هذا غير اللي فوق. نعم. هاي انت شايف كيف المنظر طبعا. نعم. كارثة. ولسه يعني جيت جربت او يعني قبل يعني صف لي الانفجار والصاروخ الذي اتى بعد 3 دقائق من الصاروخ الانذاري F-16 في قلب الدار. نعم. عندنا العيال سابها طبيخ في الغاز، قالت اسحبوه، عندنا صاروخ زنانة، ايش اللي صار ما عرفناش، لبست لواعي واخذت الاولاد اللي تفهموا. يعني الدار شردت اللي يعني بشعره وحاجه هيك يعني، الحمد لله صدرنا حالنا بندفع من طلع عمي يعني. نعم. نعم. نظف عندنا. طيب. طيب. لنستمع احنا حوالينا الجيران طبعا الضرر، جيران الضرر جامنا جنة وخلفنا برضه. فقط أود أن أشير للمشاهدين الكرام بأن يعني الصاروخ الذي أطلق للإنذار والتحذير، الفارق الزمني بينه وبين صاروخ من طائرة F-16 الذي أتى على هذا المنزل تماما 3 دقائق. هذه هي رواية أصحاب المنزل. مباشرة لنستمع إلى أحد الإخوة يعني يصف لنا تفصيلا ما الذي جرى. طبعا
تفصيل اللي صار يا سيدي. القطار الاستطلاع ضربت اول صاروخ في البيت. نعم. ما سمعنا لحس انفجار في المنطقة. دب. نعم. انفجار. نعم. احنا هذا عمي بكون بيت عمي وانا ابن اخوه. نعم. قلت اللهم صل على النبي. جينا بغير وعي نقصد اطفال لانه كان الاطفال نايمين وبنعمر مروح من الشغل نايم يعني. نعم. نشتغل مع بعض ونايمين ونروح من الشغل نايم. قلنا عندهم صارت مجزرة في المنطقة. باللي تفهمها باللي تفهمها بكل صعوبة قدرنا نشرد الاطفال الصغار. الاطفال الصغار كان صارت هان مذبحة مش مجزرة. مذبحة. عارف ايش مذبحة؟ ايش نقول للعالم؟ بدنا العالم ينظر لنا، ينظر العالم للمجاز اللي بيصير في قطاع غزة. نعم. ايش اقول لك اكثر من هيك؟ مذبحة. مذبحة ومصيبة وكارثة. يعني العالم ينظر لنا، الدول العربية تنظر لنا، العالم ينظر لنا. بيصير كوارث، مذابح، الجيران. المواطنين. يعني مواطنين آمنين، مواطنين آمنين، آمنين في بيوتهم، أطفال آمنين. آمنين في بيوتهم أطفال وبيوت والأهل كلها آمنين. تيجي نفس الطائر تبهب الأغضب اليابس. نعم. مصيبة وكارثة. هذا جرام، هذا جرام دولة هذا. أين دولة. أين أين العالم؟ أين العالم يرى ما يجري؟ أين العالم؟ أين الضمائر الحية؟ أين الضمائر؟ أين العالم؟ وين العالم تنظر لنا؟ مذبحة مذابح بتصير، مذابح في قطاع غزة. الله أكبر. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. الله يحرقهم. وصف لي بالضبط إذا سمحت يعني كم طفل يقطن في هذا المكان؟ كم أسرة؟ هذا منزل مكون من ثلاث طوابق تقريبا. خمس عائلات هذا يسكن، خمس عائلات. نعم. بأطفالها. نعم. عمي وزوجته وبن عمي. نعم. وزوجته وأولاده وأطفالها. يعني إيش أقول لك؟ وما في أحد مستأجرين كمان عند عمي. ست انفار يعني بعجوبة كمان، بعجوبة كمان شردنا. نعم. المساجر. نعم. مرة المساجر حتى المرة تاعتها سافر. نعم. سحبناها بعجوبة. كان مجزرة صارت يا أخي. نعم. كانت مجزرة بدها تصير في المنطقة. والله يا أخي كمان والله إنه جيراننا كمان في مرة سنفسح المجال. تفضل يعني. آه. قول ما شئت يعني نفهم هذه وقائع وظروف وملابسات تسجيل هذا البرنامج باعتبار أن الحرب ما زالت متواصلة. سافرت نحم الهواية جابوها حمل وحمل. نعم. ومر جيراننا برضو أبو أشرف برضو سافت المشرف. نعم. شايفين أغمي عليها. أغمي عليها حمل. نعم. وحمل. نعم. وفش يعني بدي أقول لك يعني فش 10 متر اللي هي كانت الدبة الثانية يعني كانت بقول لك تصير كارثة. شايف كيف عدة نساء سافت في المكان هنا. نعم. قبل يعني صوت الضربات تاعتهم سافوا. نعم. قبل هذا الإنذار يعني سافوا بعدين ما لحقناش يعني فش 10 متر اللي صارت الدبة الثانية. إذا اسمحوا لي أن أسأل يعني أنتم عائلة السمري لماذا أنذرتم أنتم بالذات؟ يعني إسرائيل تقول بأنها تنذر بأن قد يكون هنالك استهداف لأحد من العاملين كوادر المقاومة أو قيادات المقاومة. يعني لماذا أنتم بالذات؟ احنا ناس آمنين في بيوتها. عفوا ناس آمنين في بيوتها. هذا ما أود أن أسمعه تماما يعني هذا ما أود أن أسمعه. بصراحة يا أخي هل أنتم مرتبطين بالمقاومة مثلا؟ يعني هذا نموذج يعني أود أن أشير هنا أعزائي المشاهدين إلى أن هذه العائلة والطيران يعني ما زال يحلق في سماء قطاع غزة بالكامل وفوق هذه المنطقة حصرا وتحديدا وسكان هذا المنزل الذي قصف ها هم يقفون أمامنا في وضح النهار وفي حضور الجيران وكل هذا التجمع البشري والطائرات الاستطلاع تراقب وتنذر وتحذر لكن عمليا يعني إسرائيل تدعي طوال الوقت بأن هنالك يعني مساس بالمدنيين. أستاذ صلاح الهيئة المستقلة كيف تنظرون لهذا الأمر ولهذه الوقائع وعمليات يعني تشرد وعدم وجود مأوى لآلاف المواطنين؟ نعلم أن البيوت التي دكت تجاوزت المئات يعني بالمعنى الكلي والجزئي. ما جرى مع عائلة السمري هو جريمة حرب امتياز ولم يتم فيها مراعاة أي مبدأ من مبادئ القانون الدولي الإنساني. لم يتم مراعاة مبدأ التمييز ما بين المدنيين وغير المدنيين ولا الضرورة العسكرية ولا إعمال مبدأ التناسب. هذه عائلة آمنة كما ذكر أصحاب هذا المنزل. هذا تصف كما نسمع يعني يبدو أننا مضطرين لتوثيق كل الوقائع حتى يعني استثناء أثناء عملية التسجيل. هذا قصف قد يكون طال أحد المنازل في هذا الحي قد يكون قريب هو بالفعل إلى الشرق من مدينة غزة في حي الشجاعية لكن لا بأس سنواصل توثيق ومتابعة
وملاحقة الوقائع والأحداث اليومية ومجريات الأمور من المدارس وقصف المدارس إلى المنشآت الصحية ومنازل المدنيين الفلسطينيين. تفضل أستاذ. كما ذكرت هذه العائلة كانت آمنة في منزلها تحوي عدد كبير من المدنيين. ادعاءات دولة الاحتلال كاذبة. إسرائيل تسجل براءات اختراع في الإرهاب المنظم وفي الإجرام المنظم من خلال براءة اختراع القرع من خلال صواريخ الزنانة. هذا لم يتم ولا بأي علم بالدنيا. وبالتالي أنت تتحدث عن خرق دائم وفاضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وتعمد نعم. استهداف المدنيين وإيقاع عدد بليغ في المدنيين وتدمير الأعيان المدنية. نعم. ماذا أيوه تتحدث عن حصيلة تزيد عن 313 منزل تم تدميرها تدميرا كاملا وما يزيد عن 8400 منزل حسب وزارة الأشغال. نعم. باتت متضررة أضرارا جزئية. وتتحدث الآن عن حصيلة في ارتفاع دائم لأعداد الشهداء ما يزيد عن 123 شهيد الآن جلهم من الأطفال والنساء وما يزيد عن 1000 إصابة. هناك تتحدث عن أكثر من 2000 طلعة عسكرية. وبالتالي أنت تتحدث عن ما سقط بغزة في هذه المساحة الجغرافية المتكدسة بالسكان بشكل يعني جريمة. ما ذنب على سبيل المثال إذا كان هذا المنزل حسب الادعاء الإسرائيلي هو المستهدف، ما ذنب هذا المنزل أو هذا المنزل أو هذا المسجد أو أي هذه بيوت اتجاه آخر لأدراك؟ هذه بيوت محمية بنص القانون. نعم. غير مدافع عنها بوفق أعراف اتفاقية لاهاي ووفق قواعد وأحكام اتفاقية جنيف. وحتى لو افترضنا جدلا أن هناك من أصحاب المنازل أفراد من المقاومة، المقاومة حق وواجب على الشعب الفلسطيني، لأن الدفاع عن النفس تكفله القرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية في حالتين فقط، بمجلس الأمن أو لحركة التحرر والخلاص من الاستعمار. نعم. وبالتالي هل إسرائيل كدولة احتلال هي المستعمرة؟ نحن المستعمرين ونحن من نشن علينا العدوان. وبالتالي ما تمارسه إسرائيل ومجازر تستوجب الملاحقة الدولية. يشجعها على ذلك صمت المجتمع الدولي وعجزه عن محاسبتها. وبالتالي من هذا المنزل ومن صوت الضحايا نحن نقول آن الأوان لكي يتحرك المجتمع الدولي ليوقف هذه المجازر وليقوم بملاحقة مجرمي الحرب وإدفاعهم ثمن جرائمهم ومحاسبتهم. هذا هو الحد المطلوب. ونحذر من مخاطر استمرار العدوان لأن في كل لحظة يسقط مزيد من الشهداء والجرحى وتوقع تدمير فادح ليس بالمنازل السكنية وحسب وإنما أيضا بكل المنشآت المدنية. وأنا أود أن أذكر المشاهدين جميعا بأن هناك عائلات قضت بالكامل كل أفراد عائلتها من تحت ركام المنازل كعائلة كوارع وحمد وغنام والحج والمناصرة. وبالتالي أنت تتحدث عن تعمد استهداف المدنيين الذي يشكل كجرائم حرب وجرائم مبادئ جماعية. هذا المطلوب الآن وقف هذا العدوان وضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها. أشكرك. يعني فيما يتعلق بهذه الواقعة والظروف، يعني ما الذي قمتم به بعد أن أتى القصف على هذا المنزل وهو يأوي فعلياً 5 عائلات فلسطينية في هذا الحي؟ ايش بدي اقول لك يا اخي؟ يعني تحدثوني عن البدائل، كيف تقضون سحابات النهار في هذه الظروف في هذه الحرارة المرتفعة؟ ايش اقول لك؟ يعني بنزل صواريخ على البيت كريم. بنزل صواريخ على البيت. ايش بدك نقول لك؟ يعني صواريخ حاجة مدمرة. اسرائيل تلق قنابل على بيوت ناس آمنين. ايش اقول لك؟ آمنين ناس بيوتهم نايمين آمنين مع اطفالهم مع نسائهم. مصيبة، كارثة. أين العالم ينظر؟ أنا بطالب العالم الحر، بطالب الضمير الحي، طالب العالم الحر الضمير الحي ينظر إلى الشعب الفلسطيني بالذات إلى قطاع غزة. مصيبة وكارثة. يعني الناس يلا تجيب قوت يومهم تجيبوا مع الحصار الشديد ومع الضيق النفسي. ناس متضايقه نفسيا فما تيجي كوارث كمان. مصيبه وكارثه. حاولنا اعزائي المشاهدين الاقتراب اكثر من وقائع اليوميه وايقاع الحياه جراء عمليات والعدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزه بالكامل واثار هذه العمليات الحربيه والقصف المتواصل. لكن اسمحوا لنا رغم وقائع وظروف تسجيل هذه الحلقة أن نذهب إلى فاصل قصير سنستأنف بعده من هنا من منطقة شرق مدينة غزة حيث البيوت المدمرة في معظم مناطق قطاع غزة.
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. سنواصل هذا الحوار واللقاء من حلقه برنامج بين الناس اثناء وقائع اليوميه للحرب الاسرائيليه المتواصله على قطاع غزه. اردت ان تتحدث عزيزي فيما يتعلق بما جرى لكم وكيف تقضون سحابات النهار في هذه الظروف. تفضل. بثلاث صواريخ، صاروخ اول، نعم. صاروخ زنانه، نعم، بعد دقيقتين برضه صاروخ زنانه، بعد دقيقتين وصف بصاروخ بالاف 16، نعم، بعدين تم تدميره بالكامل وتضرروا المنازل المجاورين حوالين منزل ابو اشرف السمري، نعم، ومنزل ابو ماهر الخضري ومنزل الالي وعجب، نعم. ف غير اللي هم الاولاد اللي ارتعبوا طبعا في حوالين المنزل، كويس، والناس يعني اللي كانوا في المنزل طبعا بسرعه اخذناهم ايه لمنازل مجاورين حوالين المنزل، والان لو اخويا والعائله مشرده عند الجيران، عند الاخوه طبعا وعند الخوات، العائله مشرده. في نقص في المياه، في نقص في الكهرباء طبعا، وفي نقص في الطعام، كويس. وبعدين احنا بنطلب من المجتمع الدولي، كويس، ومن حقوق الانسان انه اسرع وقت اللي هم المنازل اللي تضررت يبني لهم منازلها لكي يسكنوا ايش فيها، المكان اللي هم الموجودين فيه بيقوموا متواجدين فيه، والمكان طبعا المنازل المتضرره برضه ايش يبنوا لهم ثاني او بعوضوهم ثاني. جهات واطراف محليه ومنظمات لتسجيل يعني الاضرار والى اخره. نعم، جرى التسجيل. حقوق الانسان الصبح، نعم، فبدنا اسرع وقت، كويس، وقتيش يعني بقى في الحرب انهم المنازل هم لهم حق الاولويه. من جهات حكوميه رسميه فلسطينيه، هل جاء اليكم كاصحاب منازل مدمره ليتابع قضاياكم واحتياجاتكم ومتطلبات حياتكم؟ يعني حتى لما حدش اجى حتى الان حكومه الوفاق، نعم، تيجي حد يعني مندوب عنه، يا عمي ايش بدكم، مد لكم يد العون والمساعده، ما فيش فيش حد اجى. ايش اقول لك؟ نقول حسبي الله ونعم الوكيل، ولا ايش نقول؟ يعني صور الحكومه يعني في البيوت اللي بالدمره هذه تهوى الناس اللي داخلها، اللي ما تبقى منهم، يعني اقول لك بالله يعني اقل شيء يعني عندنا خمس عيال مش شنطه، انا نمت هان وابوي نام غاد واخوي نام غاد ومرتي نامت غاد ومرت، يعني مشنططين بتعرف لحتى اللحظه، لا افطرت ولا سحرت ومش قادر، يعني والله لوم الحلال والحرام اللي بدي افطر، يعني بس بنقول يلا اجبر يعني الواحد فرض هذا علينا، يعني مشنططين، يعني الواحد مشنطط طلعنا بطولنا لا 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 اخذنا حاجه لا حوجنا ولا شيء. والله كان مصيبه صارت، كان صارت مجزره حقيقيه في هذه المنطقه. اطفال امنين مع اهاليهم، امنين، ايش اقول لك امنين، الحمد لله على سلامتكم، لانه عائلات كثيره، عائله كوارع، عائله حمد، غيرها من العائلات، عائله غنام، يعني جميعهم قد يعني لحقت فعلا مجازر في خان يونس ورفح وبقيه المناطق. سؤال يعني لا تفضل، امتى العربده هذه؟ نعم، امتى العربده هذه الصهيونيه؟ نعم، امتى العربده؟ فيش حدا في العالم كله بيقدر يوقفهم لحدهم، فيش دول عربيه، فيش دول ضميرها حي، حقوق انسان، حقوق ايش مكان، وين الضمير العربي؟ ضمير العالم، الضمير الحي، الاوروبا، الديمقراطيه، حقوق الانسان، مش عارف وين نروح احنا. لنستمع ما يقول الاستاذ صلاح في هذا الاطار. هذه عذبات والام ومتطلبات يعني حياه البشر والمتضررين مباشره، اصحاب المنازل المدمره، وهذه هي مطالبهم وهذا ما يقولون، يعني كيف تنظر لهذا الامر؟ اولا انا امل من العالم ان يصغي الى مناشده هذه الاسره الصامده الصابره التي تعرضت الى قصف منزلها بالكامل، والان حياتها وحياه ابنائها مهدده وتتهددها التشريد، وبالتالي مطلوب منهم ان يصغوا. اول الاصغاء مطلوب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الان سرعه التوجه الى محكمه الجنايات الدوليه حتى نستطيع وضع سجل انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب وجرائم الاباده الجماعيه والمجازر التي تقترف بحق المدنيين امام محكمه الجنايات الدوليه، وايضا مطلوب تحرك دبلوماسي وعلى المستوى سنستمع الى اراء الناس في اذا سمحت لي. تفضل استاذ صلاح. دقيقه واحده، تفضل. مطلوب من المنظمات الدوليه والحكومه مد كل اسباب الصمود لهذه العائله وتوفير كل الاسناد الانساني، نعم، وعدم ترك الناس لتامين فقط التكافل الاجتماعي البسيط الذي يمكن ان يساند، هو مهم، ولكن مطلوب من الحكومه دور، ومطلوب، نعم، من منظمه وكاله الغوث والصليب الاحمر وكل الاطراف الدوليه مطلوب منها دور الان، نعم، في مجتمع اسناد مجتمع محاصر ويتعرض للعدوان. اما المساله الاخرى مطلوب من المجتمع
الدولي القيام بالواجبات الأخلاقية والقانونية لوقف تداعيات هذا العدوان ووقف آثار الوقيمة على المدنيين ووقف استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ومطلوب محاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها عبر عزلها ومقاطعتها، ومطلوب إسناد هذا النضال الوطني الفلسطيني عبر تحركات شعبية للضغط على الحكومات لضمان إسناد للضغط على الحكومات. هنالك تقصير وهنالك آراء، يعني ما رأيكم في أداء الرئيس مثلا عباس يعني وما يقوله أو فيما يتعلق بدوره لمتابعة قضايا وآلام وعذابات ومسلسل مندوب منه؟ نعم، يعني أقل حاجة أقل القليل إنه هون علينا حاجة أو معنويا، ولو معنا نحس إنه فينا رئيس نحس إنه فينا حكومة مثلا، إنه يهون علينا معنويا ما بدناش منه حاجة يا عمي، بدنا معنويا يجينا مندوب إيش اللي صار وإيش اللي الحمد لله على سلامتكم يعطينا معنويا، ما بنسمعش الكلام هذا بالمرة. هذا ما نريد من ابو مازن ومن سلطته. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا كان طنبر اللي نقود عيشنا فيه روحينه كان هنا، فهي الطنبر فيك تشوفه يعني، فالحمد لله البيت والطنبر يعني الحمد لله رب العالمين، يعني القود المقود فيه اربع عيال يعني انا طبعا وابويا واخويا نصرح فيه إشي يعني بجيب إشي ببيع، فهي الحمد لله رب العالمين، فالبيت والطندر والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل على كيف أنتم كأصحاب منازل مدمرة، دمرت إسرائيل منازلكم، كيف تنظرون يعني لاستمرار المقاومة الفلسطينية بضرب المواقع الإسرائيلية وحالة التصدي لهذا العدوان؟ هذا شغل المقاومة هم لا أسألك أدرى. رأيك في هذا الأمر؟ رأيي والله طالما احنا في ظلم وفي حصار احنا مش طالعين فوق ولا فلسطين تحت، ولهم الحصار ولهم طالعين فوق ولهم نازلين تحت، ولا امتى في الحياة هذه احنا السؤال للعالم لا امتى احنا في الحياة هذه احنا ولا ميتين ولا طيبين، وكل العالم على مرمى عينين العالم وعلى الأمم المتحدة وعلى أمريكا وعلى أوروبا اللي بتدعي الديمقراطية حصار، على ايش محاصريننا؟ ايش الذنب اللي احنا حصلونا فيه كمدنيين احنا؟ ايش الذنب؟ بالنسبه لقطاع غزه البحر محاصر، الصيادين ممنوع اكثر من 3 كيلو يخشوا، احنا بدنا البحر يبقى ملك لاهل غزه، المطار كويس ممنوع المطار، ضربوا المطار، احنا بدنا مطار لقطاع غزه على اساس لو حجاج بدها تسافر بدناش عن طريق مصر، بدنا من نفس غزه لا يعني السعوديه كويس يسافر، هذه هي المسافه بدنا كويس يفتحوا لنا المعابر. نعم. بدهم ايش يفتحوا معبر كرم ابو سالم او اسرائيل يدونا يفتحوا لنا معبر مصر كويس يفكوا الحصار عن قطاع غزه اللي احنا عايشينه، احنا بدناش بس ايش يفكوا الضرب، المقاومه توقف، اسرائيل توقف، وبعدين الحصار يتم زي ما هو، بدناش الكلام هذا، احنا بدنا البحر يتم لقطاع غزه وين ما بده الصيادين يروحوا ياخذوا رزقهم يصيدوا، المطار طبعا يبقى لقطاع غزه، وين بدهم يروحوا يسافروا على السعوديه على اللي هو اي دوله بدهم يعني يستوردوا منها من الصين او من جميع الدول التجار كويس يبقى مطار غزه. هذه هي احلام وامال الفلسطينيين رغم ان المسافه تكاد تنعدم ما بين الحياه والموت في وقائع هذه اليوم الخامس للحرب الاسرائيليه على قطاع غزه، الا ان الامل يحظى الفلسطينيين وانهم مؤمنون قناعه راسخه أن لا بد أن هذا الواقع أن يتغير ويأخذ مجرى آخر بانتهاء فعلي للاحتلال ولوجوده على الأرض الفلسطينية. أستاذ صلاح، في هذا الإطار دولة الاحتلال يعني هي توصف بأنها يعني دولة مارقة وخارجة عن إطار القانون وقواعد القانون الدولي، كيف يمكن الملاحقة القضائية والقانونية خارج سياق المؤسسات الدولية؟ هنالك قضاء لدى إسرائيل كما يقال، يعني كيف يمكن لمواطن فلسطيني أن يلاحق ويتابع باحثا عن تعويضات ما جرى له، شقاء العمر كل هذه السنوات الطوال لهذه العائلة يعني كما تراها هي مدمرة قد فقدتها تماما ولا جهة رسمية تتابع وتقدم. بعد كل التضامن مع هذه العائلة وكل العائلات الفلسطينية وسلام لأرواح الشهداء الذين سقطوا من المدنيين الفلسطينيين الذين جلهم مدنيين فلسطينيين وأن المصابين، نحن نؤكد على أن هناك مسؤولية جنائية ومدنية تقع على عاتق الاحتلال،
وبالتالي المحاسبة ينبغي أن تتم سواء عبر ملاحقة مجرمين حرب أو ضمان التعويضات لما يعزز صمود الناس وإعادة الإعمار لقطاع غزة. وهذا الأمر يتطلب تحركا على كل المستويات. بخصوص القضاء الإسرائيلي، لقد أثبتت التقارير الدولية وخبرة مؤسسات حقوق الإنسان وتجاربها عجز هذا القضاء عن الوفاء بالحد الأدنى من حدود العدالة والإنصاف، وهذا ما أكد تقرير القاضي ريتشارد جودستون. وبالتالي لا خيار أمامنا إلا أن نتوجه إلى الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف للقيام بواجباتها في توفير حماية للشعب الفلسطيني، إلى المجتمع الدولي أيضا استخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية، سرعة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية. وأنا أستغرب هذا الصمت من الرئيس الفلسطيني لغاية الآن. ماذا ننتظر لكي نذهب إلى محكمة الجنايات الدولية؟ هذه المجازر تتطلب رد بالحد الأدنى، رد. وقال بأن إسرائيل تمارس تطهير عرقي، بعد ذلك تحدث وانتقدت تصريحاته. مطلوب الآن تحرك، يعني الرجل لا ندري ما الذي يريد بالضبط. مطلوب يعني تحرك منه الآن لإيداع مصادقة على ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية حتى نستطيع من الآن وصاعدا ملاحقة مجرمي الحرب. أيضا مطلوب مطالبة الجمعية العامة، لأن مجلس الأمن فشل بالأمس في إصدار أو قرار على الأقل بوقت الأدوان، وبالتالي مطلوب أن نذهب إلى الجمعية العامة لكي نثبت فشل مجلس الأمن، وكي نطالب الجمعية العامة بتشكيل محكمة خاصة لملاحقة مجرمي الحرب. الطريق أمام نضالنا طويل، وبالتالي مطلوب مسألتين: وقف العدوان الآن ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإسناد وتعزيز صمود الناس المدنيين الضحايا الذين الآن لا مأوى لهم، وخاصة الأسر التي تدمرت. يعني كلمة أخيرة لكي ننهي هذه الفقرة ونذهب مباشرة إلى مستشفى دار الشفاء لمتابعة وقائع أخرى تتعلق بالشهداء والجرحى وكذلك الوقائع الأخرى المتعلقة بواقع وحال الفلسطينيين. تفضلوا. نطالب أخوان العالم ينظر إلى الشعب الفلسطيني، ينظر إلى قطاع غزة، بالذات إلى قطاع غزة، بين قوسين قطاع غزة. نعم. اللي محاصر، اللي محاصرين له 8 سنوات، لا يدخل بدخلش لا فيه لا شومنتو ولا بدخل فيه، إيش أقول لك؟ كل الناس قاعدة. يعني ينظروا نظرة يعني عطف ورحمة لقطاع غزة بالذات بين قوسين. نعم. قطاع غزة، ونطالب سيادة الرئيس أبو مازن ينظر للحالات لشعبه. احنا يا أبو مازن احنا أولاده، احنا يا أبو مازن نطالبك انك انت تعرف من معنويات الناس، من معنويات المضررين المدمرين. انت رئيسنا، لاحق اليهود جنائياً. جنائيا لاحقهم. تفضل احد الاخوان اخرين. تفضل. احنا اول حاجة مطالبين من الحكومة انها تسندنا معنويا ماديا وبكل الاشكال، هذا واجبها. يعني هذا واجبها ومسؤولياتها بموجب القانون، من واجب الاخلاق ومن واجب اللي هم بيعرفوه، شايف كيف؟ ومطالبين انه احنا محاصرين. ايه ذنب قطاع غزة محاصر؟ هذا السؤال. لماذا نحن محاصرين؟ لماذا نحن محاصرين؟ هذا بدنا نسمع جواب من العالم، العالم الحر بدنا نسمع منه جواب. لماذا نحن محاصرين؟ ايش الذنب اللي اقترفناه احنا عشان محاصرين؟ فاحنا يعني منطالب انه يفكوا الحصار عنا ويخفوا عن الناس، والشعب يعيش ويلتقي لشغله وينتقي لحياته، شايف كيف؟ عشان الناس تحس حالها عايشه. شكرا جزيلا. يعني لا يسعنا الا نترحم على الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى فعلا، ونتمنى لكل اصحاب المنازل المدمره من هذا الركام، من هذا الحي، هذه المنطقه، وهو نموذج لمئات المنازل التي اتى عليه القصف الاسرائيلي. ولكن ننتقل الى موقع اخر حيث عذابات والام والجرح النازف سواء للشهداء او للجرحى من مستشفى دار الشفاء هنا بغزه. نواصل بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. وقائع اليوم الخامس للحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة هنا تحديدا من مستشفى دار الشفاء، حيث عذابات ومرارات والبكاء المر للأعداد والمئات من الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء عمليات القصف الإسرائيلي المتواصل. نواصل برنامج بين الناس. السيد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس، الأستاذ أكرم عطلة المحلل السياسي، طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أهلا بكم من مستشفى دار الشفاء. أود أن أسأل سيد فوزي، وقائع الحرب اليومية لليوم الخامس على التوالي من قبل إسرائيل، كيف تنظر إليها ولوتيرة عمليات القصف التي ازدادت حدة باتجاه منازل المدنيين؟ هي حرب بالفعل أخي سيف، يعني بكل تفاصيل ومعاني الكلمة، حيث القتل والإجرام الإسرائيلي فاق كل ما هنالك من وصف لهذه الجريمة، حتى وصفا دوليا أو وصفا أمميا.
قتل الأطفال في البيوت، قصف المساجد، حتى المؤسسات الخيرية، حتى دور الأيتام ومبرات الرحمة التي يعني ترعى الأيتام والأطفال أصبحت اليوم هي عبارة عن برك من الدماء. بالتالي حالة هستيرية، حالة همجية اليوم بغطاء أمريكي وبغطاء دولي، حتى الصمت الدولي اليوم أصبح هو غطاء كبير لهذا الاحتلال كي يتجرع على الدم الفلسطيني. إذن غزة تعيش حالة حرب بكل تفاصيلها على الأرض وبكل واقعها، ولكن هنا غزة صامدة، غزة تدافع عن نفسها، قيادات الفصائل الفلسطينية، قيادات المقاومة الفلسطينية حاضرة في الميدان. نحن ليس أمامنا إلا طريق واحد، أن ندافع عن شعبنا وأرضنا وغزة وأطفالنا وشيوخنا بكل أدوات المقاومة، لأن الاحتلال استخدم كل أدوات القتل والدمار بحق الأطفال المدنيين. من حقنا أن ندافع كما دافع العالم عن الحرية، كما دافع العالم عن الاستقلال، كما دافعت الدول العربية، كما دافعت دول أوروبا، تشرشل، شارديغول، جورج واشنطن، كلهم دافعوا عن شعوبهم. هل لديكم مخاوف سيد برهوم في إطار أن إسرائيل تعد العدة باتجاه يعني عمليات واسعة النطاق، وبأن أيدي المقاومة قيل باليوم الخامس بأنها تراجعت ولو قليلا بأعداد الصواريخ التي أطلقت من الفصائل باتجاه العمق الإسرائيلي؟ إذا ظل حال السلطة الفلسطينية كطرف ثالث ليست شريكا مع شعبها في هذه المعركة وهذه الحرب الضروس، وإذا ظل الوضع العربي الضعيف المتشظي بهذه الطريقة، وإذا ظل الغطاء الأوروبي والأمريكي والدولي لهذا الاحتلال، الضحية هو قطاع غزة والضحية الشعب الفلسطيني. ولكن أملنا أن المقاومة مستبسلة في الميدان، لم ولن يمر على فلسطين يوم من الأيام أفضل من هذا الحال للمقاومة الفلسطينية من حيث القوة والإرادة والعزيمة والأداء وإدارة الميدان. سيد أكرم، حالة التماسك الذي وصفها السيد برهوم في هذا الإطار ميدانيا، ولكن هنالك غياب ووحدة حال وموقف للفلسطينيين، بالمعنى موقف رئيس السلطة بهذه الوجهة، ما الذي يمكن أن يفسر بهذه الوجهة في ظل هذه الأرقام المهولة من أعداد الشهداء والجرحى الذين يسقطون، ورأس الهرم السياسي الفلسطيني بوجهة أخرى كما يقال؟ يعني بكل الظروف عندما يرتفع مستوى شعبك وأداء شعبك ومستوى المقاومة لا يجب أن يبقى الخطاب أقل من المستوى. أنا أظن أن خطاب السلطة الفلسطينية أقل كثيرا من الأداء في قطاع غزة، أقل كثيرا مما هو مطلوب في قطاع غزة، أقل كثيرا مما تريده الناس في قطاع غزة. هذه مشكلة، ومشكلة بصراحة بحاجة إلى معالجة. أنا أظن أنه يعني لازلنا في حالة برنامجين، لازلنا في حالة الانقسام، وأن تشكلت حكومة الوحدة الوطنية هذا يعكس أزمة، وهذه ليست الأزمة الأولى. أنا أظن أنه كان لها نذر، يعني من قبل هذه الحرب كان هناك نذر أزمة بين حركتي فتح حماس، بين السلطة وحركة حماس، لكن لم يكن هناك متوقع أنه عندما تبدأ الحرب هكذا. هناك قوانين الطبيعة لا يمكن لأحد، يعني نرى في إسرائيل بأن التكتل الإسرائيل أقصى اليمين وأقصى اليسار، والمتطرفين جدا كلهم يجتمعون في وقت المخاطر الطوارئ الحروب، وكلهم يقفون خلف حكومة مهما كانت. يعني ما الذي يجري؟ الأخلاقي هذا لا يحتاج إلى نقاش. ما الذي يجري بالحالة الفلسطينية برأيك؟ ما الذي يجري؟ أنه حجم التشظي، حجم التفسخ، حجم الانقسام، يعني يبدو أنه أكبر مما تصورنا. انقسام سياسي، انقسام اجتماعي، انقسام على مستوى البرنامج، هذا هو الأساس، على مستوى البرامج. وأنا أقول لك أنه ليس هناك ما يفسر ربما. أشكرك سيد أكرم. سيد طلال، سمعنا بعض الأصوات تتحدث عن إسقاط حكومة ما يسمى حكومة الوفاق بسبب غياب دورها وفعلها والمهام الملقاة على عاتقها قبل الحرب، قبل هذه الوقائع اليوم في اليوم الخامس على التوالي، غياب فعل وتأثير وحضور. ماذا تفسرون أنتم في الفصائل في الجبهة الديمقراطية؟ يعني أولا علينا أن نميز ما بين إسقاط حكومة التوافق الوطني وتفعيل دور حكومة التوافق الوطني بما يمكنها من قيام بدور أفعل وأرحب وأوسع، خاصة في ظل الظرف الذي يعيشه أبناء شعبنا في قطاع غزة، وأن تبرز على الأرض وتظهر على الأرض أنها حكومة لكل مكونات الشعب الفلسطيني ولكل مناطق السلطة الفلسطينية غزة والضفة الغربية. إلى حتى الآن بصراحة وبوضوح طالبنا في إطار اللجنة التنفيذية وفي إطار القيادة الفلسطينية على أن ترتقي هذه الحكومة إلى مستوى التحديات التي يجابهها شعبنا في قطاع غزة. هناك عدوان بكل معاني الكلمة، بكل تجليات. سمعنا هذه موقفكم في الجبهة الديمقراطية، لا وقف لهدها إلا بوضع حد الحصار، هذا موقفكم. الرئيس الفلسطيني قال بأنه لا داعي لهذه الشروط وبأنه هذه شكل من أشكال التجار بتجارة الحروب. ما هو موقفكم من هذا الأمر حصرا سيد طلال؟ يعني بالتأكيد أي تهدئة ضمن المفهوم السياسي يجب أن تكون هناك موجبات لهذه التهدئة وشروط.
عندما نقول يوقف العدوان ويرفع الحصار، أنا بعتقد هذه متطلبات ضرورية وعقلية وعقلانية لأي تهدئة. رأس الهرم السياسي يقول توقف العمليات العسكرية، يعني هناك تناقض بين ما يقوله أبو مازن وبين ما جرى التوافق عليه في إطار اللجنة التنفيذية، والذي يقول علينا بإعادة النظر بالخطاب السياسي الفلسطيني، وأن نبتعد عن كثير من المصطلحات التي لا تقدم سوى مواقف سياسية مجانية لدولة الاحتلال يستفيد منها نتنياهو. هذا المقاومة حق مشروع مكفول، اختلفنا واتفقنا مع أبو مازن، لا يمكن لنا كقوة سياسية كمقاومة أن نقف مكتوفي الأيدي. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، سنواصل هذا الحوار واللقاء في برنامج بين الناس في وقائع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. معنا الدكتور عبد اللطيف الحاج. دكتور، يعني كيف يمكن لنا أن تعطينا وصفا حول الواقع الطبي ومتابعة وقائع الجرحى والشهداء بالأرقام بدقة، وتوصيف الوضع المهني لديكم في مختلف مراكز المستشفيات أو الرعاية الأولية وغيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مستشفيات قطاع غزة حقيقة تعاني منذ فترة بجراء الحصار المتواصل على قطاع غزة لسنوات طويلة، وكنا قد أعلنا في وزارة الصحة الفلسطينية في مشافي قطاع غزة قبل أن تبدأ هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة، أعلنا عن وقف العمليات الغير الطارئة، وذلك بسبب التناقص في الموارد، ونقصد هنا الموارد المستلزمات الدوائية والمهمات الطبية وقطع غيار الأجهزة ومستلزمات المختبرات وأقسام الأشعة. بدخول هذه الهجمة الإسرائيلية الشرسة منذ أسبوع تقريبا حتى الآن، أصبحت استهلاكنا من هذه المواد يتزايد بالطراد، لا سيما أن أعداد الجرحى متواصلة وتزداد يوميا، ربما بعد الساعة تختلف أنت وزميلك عن أعداد الجرحى الموجودة. الرقم يقترب من 1000 تقريبا، الشهداء تجاوز 125، 127، وصلوا إلى أكثر من 128 شهيد بوجود 7 الشهداء في شكوتم في البدايات من نقص المعدات والأدوات الطبية لإجراء جراحات عاجلة وجراحات كبرى، وطلبتم كذلك بفتح بعض لنقل بعض حالات الجرحى الحرجة للخارج. كيف تعاملتم مع هذا الأمر وأين وصلتم به؟ يعني في ضوء هذا النقص الذي ذكرت في المستلزمات الطبية والأدوية وخلافه، طالبنا الجهات متعددة وعديدة من جهات عربية ودولية وصديقة ومختلف أنواع مختلف الجهات، إضافة إلى أيضا إلى تواصلنا مع وزارة الصحة الفلسطينية ممثلة في السيد وزير الصحة دكتور جواد عواد. كل السيد الوزير قيل لي بأنه هو غادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كنا نأمل أن يكون بين ظهرانينا الآن كما وصل إلى غزة في الحرب الأخيرة على قطاع غزة قبل أن يكون وزيرا للصحة الفلسطينية، وكنا نأمل أن يكون الآن بين ظهرانينا، ونسأل الله أن يتمكن من وصول قريبا إلى قطاع غزة لأن دوره مهم وبالغ الأهمية أن يتواجد بين طواقم الطبية التي تسعف وتداوي. في إطار هذا الوضع معنا الدكتور مفيد الحسينة وزير الأشغال في حكومة الوفاق. دكتور مفيد، يعني هنالك يعني أوضاع طبية، كيف تنظرون إليها؟ ولديكم الآن ولاية قانونية على قطاع غزة بمختلف مناحي الحياة، صحة، تعليم، غيره وغيراته، كيف تنظرون إلى الوقائع اليومية، النقص الحاد؟ ما الذي قمتم به؟ يعني الوضع حقيقة صعب جدا، يعني بكل النواحي، الوضع الصحي صعب جدا، وهناك نقص في مخزون الدواء لدى وزارة الصحة ما يعادل 70% من هذا المخزون. لا توجد بعض الأدوية المهمة لبعض الحالات اللي وضعت، حالات البتر والحالات الصعبة، حالات الكبد، حالات الكلى، الضرب الدماغي، حالات قضايا صعبة جدا. هناك نقص، نحن نتواصل طبعا في حكومة الوفاق طبعا مع دولة رئيس الوزراء، ونتواصل مع أخواننا في طواقم الأطباء في مستشفى الشفاء. طبعا هناك طبعا الإخوة، هناك تواصل تام وتواصل بطريق محترمة وجيدة، وهناك عرض لكل جميع معظم المشاكل الذي يعاني منها القطاع الطبي. نسمع انتقادات لاذعة جدا لدور حكومة الوفاق ولغياب فعلها وتأثيرها تحديدا في هذا المجال في هذه اللحظة الحالكة والصعبة والقاسية على الجميع في قطاع غزة. نحن هي حقيقة الأمر صعب جدا، ولكن مهما قد قدمنا في حكومة الوفاق الوطني فهو شيء قليل جدا.
وبكل صراحة فهو شيء يعني الشعب الفلسطيني يستحق أكثر وقطاع غزة وهذا العدوان. يعني قال لي أحد رؤساء البلديات المتضررة جدا أن يعني وزير الحكم المحلي في هذا الحكم لم يكلف نفسه عناء الاتصال، يعني كيف يمكن أن ينظر لهذه الحكومة التي يفترض أنها تتصدى لجملة من التحديات الكبيرة والمهمات؟ نعم نعم، نحن من خلالكم طبعا من خلال قناتكم طبعا نطالب بجميع الأخوة الوزراء أن يتصلوا بأقرانهم الأخوة الحكومات والوزارة الموجودات في قطاع غزة، يجب الجميع أن يتم الاتصال مباشر، نحن في حالة حرب وحالة عدوان غاشم على أبناء شعبنا، يجب أن يكون اتصال. نعم ونطالب بكل وضوح، وهذا كان حديثنا في السابق وفي الوقت الحالي نحن في وضع محنة كبيرة جدا. في صلب جوار عملكم في وزارة الأشغال هي عملية متابعة حجم الأضرار ورصد ومتابعة وتوثيق، وكذلك كيفية بالإمكان تقديم الخدمة لهؤلاء الرعاية والإغاثة السريعة على قاعدة التعويض لاحقا بالبناء أو غيره. حدثنا لو سمحت يعني حول حجم الأضرار في بكل وضوح، الأضرار بالغة جدا، وهذا العدوان يعني لا يرحم لا شجرا ولا بر ولا بشر حتى ولا حتى الحيوان. هناك طبعا البيوت قتل أطفال فيها والعواجز والرجال كبار السن، وهدمت هذه البيوت على ساكنيها، وهذا العدد ما يتم هدمه كليا. حتى الآن لدينا الإحصائيات قبل ساعة لدى وزارة الأشغال حوالي 600 بيت، 330 بيت كليا، وهناك 9990 بيت، يعني ما يقارب 10,000 بيت جزئيا، ومن 10,000 بيت ما هدم جزئيا هناك 230 بيت يعتبر كليا ليس صالحا للسكن. ولذلك اذا العدد باجمالي العدد 600 بيت غير صالحه للسكن كليا قد هدمت، وهناك 10,000 بيت، هذه ماساه كبيره جدا. واحنا حتى نحن نقول في وزاره الاشغال حتى نعاني من قله السولار، يعني نحن وزعنا كل جميع الاليات لدى الوزارة لتقوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبنائنا حتى الشهداء تحت هذه الردم. أنا لذلك أناشد هذا العالم، إن كان هناك عالم حر أو إن كان هناك قلوب تشعر بهذا الألم وهذا القتل العمد لأبنائنا ولكبار السن في هذه البيوت وتهدم هذه البيوت على ساكنيها، هذا إجرام وليس حتى إجرام بل لا يوصف. نعم هذا الإجرام نعم مقارنة بكل حروب العالم. الوفاق تتحدث بهذه الوجهة وبهذه اللغة، ونسمعنا انتقادات لاذعة لدورها ولأدائها. ما الذي كان مطلوب من حكومة الوفاق أن تفعله في هذه الأيام؟ كنا نتمنى على جميع الوزراء في غزة وفي خارج قطاع غزة حقيقة بدل السفر إلى أمريكا هنا وهناك أن يسافروا إلى غزة. غزة محج للإعلام وللعالم وللدول، يجب أن تكون محج أول وأخيرا لوزراء حكومة التوافق الوطني ومطار اهتمام رئيس السلطة الفلسطينية. نعم. نحن حقيقة التاريخ سوف يسجل لكل نصيبا له في دعم الشعب الفلسطيني ودعم قطاع غزة والوقوف إلى جانب الجرحى والمصابين. نحن اليوم بحاجة أكبر بكثير إلى هذه الحكومة كي تقف إلى جانب شعبها وألا تنأى قيد أنملة ولا سنتيمتر واحد بعيدا عن قطاع غزة. من هنا نحن نناشد وأنا أطالب من هذا المنبر من هذه القناة كل وزراء الحكومة الجديدة حكومة التوافق الوطني، أضم صوتي لصوت الدكتور مفيد الحسينة، بأن يأتوا إلى قطاع غزة. غزة مفتوحة أمام الجميع كي يشهدوا بأم عيونهم هذه الجراحات وهذه الألام وهذا القتل وهذا الإجرام السيلي وينضموا إلى خيار الشعب الفلسطيني، لأن المعركة والحرب ضد كل الفلسطينيين وليس ضد حماس. وقائع الحرب مستمرة متواصلة. سيد أكرم، السيناريوهات المحتملة لوقائع الحرب بعد عمليات القصف الجوي التي تبررها إسرائيل باستهداف البنى التحتية لفصائل المقاومة الفلسطينية، ولكن هي في الحقيقة الغالبية العظمى منها هي لبيوت لمدنيين، كيف تنظر للأمر؟ ونسمح عذرا مشاهدينا الكرام لملابسات وظروف تسجيل هذه الحلقة بأسباب تتعلق بالظرف الطارئ والاستثنائي الذي يعيشه قطاع غزة في ظل وقائع الحرب اليومية. يعني هذا السؤال المركب فعلا، ما هي السيناريوهات القادمة؟ لأنه هذه الحرب ليست ككل الحروب. الحروب السابقة كانت إسرائيل خططت، حددت نقطة ساعة الصفر، إمكانيتها وضعتها، عارف كانت تعرف ما الذي تريد، إلى أين ستصل، كيف ستنتهي وأين ستنتهي. هذه الحرب الميدان هو الذي يجر، هناك غياب للقيادات السياسية بين الطرفين، قيادات حركة حماس والقيادات الإسرائيلية في حالة من الحيرة والارتباك ربما، وهي ليس ما يقرر إلى أين ستذهب. في كل يوم نسمع كل الاحتمالات مفتوحة، أنا أظن، لكن يعني تقصد كل الاحتمالات مفتوحة أن حربا بريا قد تكون سواء جزئية أو كلية؟ قلق كبير الحرب البرية، هناك قلق كبير. الأمس ليلا كانت الصحف الإسرائيلية تتحدث بالنص، هي ليست حفلة شواء الحرب البرية وليست نزهة صباحية،
الحرب البرية تدرك إسرائيل تكلفتها لأنه في نقص بالمعلومات الاستخبارية والجيش التام المخابرات. هنالك تلاوم ما بين الاستخبارات والجيش كان. طيب اللي من ذهب عن طريق البحر أظن أنه أسهل له أن ينتظرهم على أرضه. هذا سؤال كبير مطروح في إسرائيل، وبالتالي لا تدرك إسرائيل ماذا تعني. ستذهب لها إسرائيل في آخر شيء. الحرب البرية هي العملية الجراحية التي ستنزف فيها إسرائيل دم، لن تذهب إليها إلا عندما يشتد الألم أكثر من المحتمل. هذا شيء طبيعي، ولكن أيضا سيناريو التهدئة وارد. دائما دخول الولايات المتحدة الأمريكية، اتصال الرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي برؤساء بالمنطقة وزعماء في المنطقة، لأنه في العدوانين السابقين قبل أيام من الحرب رأينا دخول الولايات المتحدة. الأولى عندما كان الرئيس أوباما يريد أن يدخل في البيت الأبيض وطلب أن تنتهي الحرب قبل، وأعلنت إسرائيل من طرف واحد وقف إطلاق النار، والثانية عندما كانت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت في المنطقة تطالب. الآن الإشارة التي وردت من الولايات المتحدة، نعم هيلاري كلينتون، الإشارة التي وردت من الولايات المتحدة الأمريكية، تحرك القطري، التحرك المصري، ربما ينتج عنها شيء له علاقة بالتهدئة ونكون أمام أيام. في أسوأ الاحتمالات والسيناريوهات دكتور مفيد الحسيني، ما الذي تعدونه وتجهزونه رغم الدائقة التي يحياها الفلسطينيون هذه الأيام في قطاع غزة في ظل ما يجري في حال اتسعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟ نحن أولا يعني اتسعت الحرب نناشد كل الأمة العربية، أولا لنا عمق عربي وأسلام، إن نريد من هذا العربي أو نناشد من خلاله أن هذا العالم العربي يجب أن يتحرك. الشعب الفلسطيني كله يناشد كل الرئيس عباس بأن نعم والرئيس عباس طبعا الدولية. نعم يعني نعم. ما قولكم وأنتم حكومته ويفترض أنكم تعملون لديه لتنفيذ نعم برنامج؟ نعم نعم نناشد من قلاتكم، نعم نناشد الرئيس الأخ أبو مازن أن يذهب إلى كل المحافل الدولية حتى أن نحاكم هؤلاء المجرمين. هذا إجرام الذي يحصل في قطاع غزة، هو إجرام وليس حرب، هذا إجرام نعم وأفعال إجرامية. ولذلك نناشد كل العالم ونناشد الأمم المتحدة ونناشد جامعة الدول العربية ونناشد القادة العرب. أشكرك دكتور مفيد. دكتور عبد اللطيف، في إطار المساعدات التي تصل وترد إلينا، يعني هل الوضع الطبي والصحي يستدعي تدخلا عاجلا وسريعا، سواء من مساعدات من رفضها بكوادر طبية كفاءات إلى آخره؟ بالتأكيد الوضع الطبي في مستشفيات قطاع غزة يحتاج إلى تدخل عاجل، وهذا ما انتظرناه من وزارة الصحة الفلسطينية. للأسف يعني حتى الآن ما وصل إلا القليل من خلال الشاحنات التي توصلت من الضفة الغربية. الوعودات كثيرة ولكن ترجمتها على أرض الواقع قليلة جدا. اليوم نحن على موعد مع شاحنة قد تصل من خلال معبر رفح البري من الجيش المصري. نحن نطالب بأن يبقى هذا المعبر، معبر رفح البري، مفتوحا بشكل كامل لكي يتمكن الجرحى من الخروج. المرضى، نتحدث عن الجرحى، وغزة ومستشفياتها مليئة بالمرضى، أيضا المزمنين والمرضى في حالة معقدة تحتاج إلى السفر. كذلك المعبر نريده أن يبقى مفتوحا لتتمكن الوفود الطبية التي وصلت إلى جمهورية مصر العربية من الدخول إلى قطاع غزة ومساندة الطواقم الطبية في أدائها لعملها. أشكرك دكتور. سيد فوزي، البرنامج سيبث غدا مساء، هل من حديث جديد عن التهدئة عن الوسطاء؟ نحن اليوم أمام حرب وأمام عدوان، يقتل يوميا عشرات الأطفال والشيوخ والنساء. بالتالي من بدأ الحرب ومن بدأ العدوان هو الاحتلال الإسرائيلي. أي إنسان أو زعيم أو رئيس أو دولة تريد أن تتدخل يجب أن تتدخل أول وأخيرا لوقف هذا العدوان المتواصل على قطاع غزة. هناك أطراف عديدة تواصلت مع قيادة حركة حماس، ولكن نحن نترك هذا المجال لقيادة الحركة كيف تدير هذا الملف بما يضمن رفع الظلم عن غزة ووقف العدوان. ولكن نحن هنا في الميدان ثابتون صامدون مع شعبنا، مع غزة ومع المقاومة. كل الخيارات مفتوحة حتى يتم لجب العدوان. هذا ما نتمناه، ما نرجوه، أن تتوقف هذه الحرب المهوسة المسعورة التي تطال المدنيين الفلسطينيين هنا حيث البكاء المر من مستشفى دار الشفاء. نشكركم على حسن المتابعة مشاهدين الكرام، آملين أن تتوقف هذه الحرب الدموية على غزة. شكرا لكم.